السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله معا دورة مختصرة موجزة باسم مهارات الصياغة القانونية. دورة أولية رحلة استكشاف لمهارات الصياغة القانونية، وإلا فإن الأمر واسع متسع منبسط متبسط. الصياغة القانونية تلك الكلمة التي لها بريق يشنف الأسماع ويخطف الأبصار ويسلب القلوب، كلمة جليلة معناها عظيم جليل، وليس ثم قانوني إلا وهو يتشوف ويتشوق لأن يتعرف على مهارات الصياغة وأن يتقنها. والصياغة القانونية يرتبط بها بعض المصطلحات ارتباطاً ترافقياً، كلما ذكرت الصياغة تذكر هذه المصطلحات. هناك الصياغة القانونية، هناك التعريب القانوني، هناك الصياغة القانونية، هناك التعبير القانوني، هناك الصياغة القانونية، هناك الكتابة القانونية. الصياغة القانونية والتعريب القانوني مشتبهان متفقان في معظم الأحوال. التعريب أي الترجمة. الإخوة السادة القانونيين الذين ينقلون من العربية إلى اللغات الأخرى أو يعربون من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية نصوص قانونية بالطبع، هؤلاء عملهم يسمى التعريب القانوني. فالتعريب القانوني يخص الأساتذة القانونيين المترجمين الذين لديهم إلمام بلغات أخرى، سواء يترجمون نصاً قانونياً من العربية إلى لغات أخرى أو يعربون، انظر إلى دقة المصطلح، يعربون النصوص القانونية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. والتعريب القانوني فن أيضاً، فن له مهارات لغوية تعريبية خاصة أو مهارات الصياغة على سبيل المجاز، وهناك مهارات أخرى لغوية للغات الأجنبية أو اللغات الأخرى التي ينقلون إليها. أما عندما ينقلون إلى العربية فالأمر يشتبه ويستشكل ويدخل معنا كثيرا في الصياغة القانونية. ثم المصطلح الثالث ألا وهو مصطلح التعبير القانوني. التعبير القانوني هو يعني أدنى من الصياغة قليلاً، لا يحتاج إلى كل شرائطها، ولكن يعني هو يستعين ببعض شرائطها. التعبير القانوني مثلاً مثل كتابة المذكرات، كتابة المكتوبات القانونية، هذا يسمى تعبير قانوني. والتعبير من العبور، والتعبير إما أن يكون شفاهياً وإما أن يكون كتابياً. الاختلاف في المرحلة الثالثة. عندنا مثلاً التعبير الكتابي في مرحلة اسمها مرحلة الإخراج، إخراج النص القانوني، إخراج الكتابة القانونية. أما في التعبير الشفاهي هناك الإلقاء أو الأداء، فتلك المهارة التي تسمى هاهنا إخراج للنص تسمى عندما يكون التعبير شفاهياً تسمى أداء للنص أو نقل للنص أو تعبير مباشر للنص، فنه يسمى فن الأداء. وفنون الأداء أيضاً أكثر ما تتجلى في المرافعات القانونية. وأخيراً يأتي المصطلح الرابع ألا وهو مصطلح الكتابة القانونية. الكتابة يعني هي في الدرجة الأقل كتابة فيها مضمون قانوني أو هدف قانوني أو سياق قانوني، وقد يكتب بها القانونيون وغير القانونيين. لما؟ قد يكون هناك موظف مثلاً في عمله يكتب إلى رئيس عمله خطاباً رسمياً، هذا الخطاب يعد قانونياً من وجه ما، فكل كتابة رسمية قد ينبني عليها أثراً قانوني تدعى وتسمى كتابة قانونية. أما إذا كانت الكتابة متخصصة فهنالك تدعى هذه الكتابة بالتعبير القانوني. يبقى إذن الرتب على النحو الآتي: صياغة، ثم تعريب صياغة قانونية، ثم تعريب قانوني، ثم تعبير قانوني، ثم كتابة قانونية. لابد أيها القانونيون أن نعي ذلك حتى نمشي بطريقة علمية، طريقة منهجية. صياغة قانونية، تعريب قانوني، تعبير قانوني، ثم كتابة قانونية. الصياغة القانونية هي رأس هذا الهرم، هي على القمة. الصياغة تحتاج إلى فن، إن شئت فقل إلى فنون، إلى حزمة متكاملة من المهارات، ومن ثم أسميناها صناعة، وسنأتي على تعريفها بعد قليل. الصياغة مصدر من صاغ يصوغ صوغا وصياغة، وهو فعل
كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وكما قال الزمخشري في أساس البلاغة، فعل يدل على التخليق، يدل على الحبكة، يدل على الصناعة الشديدة، يعني هو تهيئة، هو بنيان، كأنما تخلق شيئا جديدا. فلما كان أمرها هكذا لابد لها من مادة، لابد من مادة تخلقها، بنيان تنشئه إنشاء، ولابد لها من شكل، ولابد لها من غاية. ويعني نحن نعرف القصة أن امرأة حكاها الجاحظ عن نفسه، ذلك الأديب العظيم الذي قتلته كتبه رحمة الله عليه، عمرو بن بحر ابن عثمان الجاحظ، يعني وقعت عليه كتبه فمات رحمة الله عليه، وكان أديبا مصقعا لا يشق له غبار. ومن أهم كتبه كتاب البيان والتبيين، وقد يدعى البيان والتبين، وله كتاب البخلاء، وله كتب عديدة. هو يقول: جاءتني امرأة ليلا طرقت علي الباب ومعها رجل، فقالت له: إنه هذا، إنه هذا. فتفحصني الرجل وتأملني ثم مضيا ولم يعقبا، خلاص راحوا. فلما لقيت المرأة صباحا قلت لها: يا أمة الله، ما الذي صنعتيه؟ قالت: كان عندي ذهب، سبيكة ذهب، أردت أن أصوغها على وجه شيطان، فما وجدت أحدا أقرب إلى الشيطان منك، فقلت: أهجم عليك ليلا لتزداد قبحا على قبح، فيراك الصائغ فيصوغ سبيكتي على ما أرد. الجاحظ يروي هذه، وطبعا يعني إيه، يعني انظروا يروي ماذا عن نفسه، وكان يعني في خلقته بعض دمامة، على الرغم أنه يقول: ألا ترى أن الشيء إذا ما فرطت قباحته زادت ملاحته. أرأيتم القرد؟ إنه مفرط القبح، فلما كان مفرط القبح كان مستملحا، كان مستجادا يعني، ومستلذا أن يلاعب وأن يرى وأن يبصر، يعني هذا ما قاله الجاحظ. فكانت عنده دعابة، روح دعابة كانت به، على أنه إمام من أئمة المعتزلة، بل له طريقة ومذهب فكري ومدرسة تسمى هذا في الفكر وفي علم الكلام في هذا الوقت، كما أنه في الأدب له مدرسة عظيمة، فهو من أنصار اللفظ، دائما ما يقول في كتاباته: اللفظ الشريف، وكان ينتصر للألفاظ على حساب المعاني. وله قول مشهور يقول: ألا ترى أن المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها كل أحد عالم وجاهل، يعني بمعنى الأخلاق، الشرف، المعاني الجميلة. ثم قال: ولا يكون المعنى شريفا إلا بلفظ شريف، يعني هو من أنصار يعني فخامة اللفظ، فخامة الكلمات، جلالة الألفاظ. وهذا مما يعنى به القانونيون كل اعتناء، فعلينا أن نقرأ للجاحظ، ففخامة اللفظ وجودة السبك وقوة التركيب وفخامة العبارة تتجلى في كتابات الجاحظ، فليرجع إلى كتبه، وخاصة كتابه البيان والتبيين. نخلص من ذلك أن الصياغة صناعة ومهارة، لابد لها من مادة، وهذه المادة تشكل بطريقة ما. هذا هو أصل المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي استصحبناه في ذلك المعنى الإجرائي أو الاصطلاحي المقترح الذي اجتهدنا في وضعه. فنقول: الصياغة هي صناعة، صناعة، كلمة صناعة يعني ليست فن، هي صناعة، والصناعة تشمل العلم والفن والمهارة. صناعة، صناعة تحويل المادة الخام أو المعطى القانوني، الأفكار القانونية والمعاني القانونية هذه، إلى قاعدة قانونية أو إلى نص قانوني محكم. إذن هذا هو التعريف: الصياغة القانونية صناعة، صناعة تحويل، صناعة غرضها أن نحول. نحول ماذا؟ نحول شيئاً إلى شيء، نحول المادة الخام، المعطيات الأولية. رجل أتاني يريد أن أكتب له عقداً، استدعتني شركة ما وقالت: فلان صائغ ماهر للقانون، فلان قانوني طلق ذلق يجيد الكتابة، فلان قانوني أديب، فلان له دراية وله رواية في اللغة، هلم هاتوه لكي يصيغ أو يصوغ لنا هذا العقد الذي كثرت معطياته. فلا بد من مادة، ثم هذه المادة يطلب منك أن تحولها إلى نص قانوني، إلى مكتوب قانوني. هذا المكتوب القانوني الناتج عن عملية التحويل له خمسة أشكال.
الشكل الأول أن يكون تشريعاً، وهنا تكون الصناعة متكاملة، وأركان هذه الصناعة أن تكون علماً وأن تكون فناً وأن تكون مهارة.